تلك الصورة ستبقى عائلة الشهيد الملازم علي العويسي تحتفظ بها ذكرى جميلة من ولدهم الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في محافظة الأنبار. وعلى غير العادة فكانت والدة الشهيد مستبشرة تشعر بالفخر وهي تزف فلذة كبدها شهيدا في سبيل الوطن. يوم مشى يعني صار عرس والله زفة منا للشارع، أخذنا زفة كلها عمامة وقرايبة وأخوته واني وأبوه، استانسنا بيه، رفعنا رؤسنا بيه لله والعالي، راكبوا يا بالتايوتا والله وأهله الوهوس وكل العرب شافتني. تلك القرية البسيطة التي تربى بها الشهيد غذته بحب الوطن وسلحته بعزيمة استطاع بها أن يكسر إرادة الإرهاب. فعشيرته تقول أن الموقف البطولي لابنها جعلها مرفوعة الرأس. احنا استشهد ابننا علي عبيد علوان من اجل اسم الوطن، وهذا العلم الشريف علم العراق ضحى فداء للوطن، ومو فداء لواحد، فداء لهذا الوطن. اذا يصر ذوي الشهيد علي العويسي على ان موقف الشهيد كان بطوليا، لكنهم يصرون ايضا على مقاضاة المتهم احمد العلواني وعدم التهاون باطلاق سراحه كما يطالب بعض النواب، وأنهم بصدد إقامة دعوى قضائية ضد العلواني لأنه هو من قتل ابنهم. ما أقبل إطلاقا بإطلاق أحمد العلواني وأقيم دعوى علياني، هاي رسالة توصل للمالكي، أقوم دعوى أني وولادي على شو اسمه أحمد العلواني، وما نقبل إطلاقا يطلقون